الفجر عمره ما يتولد وسط النهار، يلزم له عتمة يشقها علشان يعيش، وما فيش ديابة بتتوجد وسط القمر، وبدون هدف ما تستحق انك تعيش. الفجر عمره ما يتولد وسط النهار، يلزم له عتمة يشقها علشان يعيش، وما فيش ديابة بتتوجد وسط العمار، وبدون هدف ما تستحق انك تعيش. والمستحيل احلى بداية للكلام هو السلام. السلام عليكم. هرمونز وامينو وبروتين وحاجات كتير قوي، استرويدز وتستستيرون وحاجات كتير قوي، حاجات مفهومه وحاجات مش مفهومه. الشباب الحياه معاهم بقت مختلفه جدا في الكلام ده. الشباب او الولاد اللي هم اول ما بيبداوا مثلا سن 15 سنه 16 سنه بيبداوا يروحوا الجيم ويتمرنوا ويبداوا يشوفوا حواليهم اجسام جامده قوي وعضلات كبيره وشكلهم بيبقى جامد قوي، فبيبدا هو يفكر الكلام ده معمول ازاي، ده تمرين واكل بس ولا لازم اخد حاجات عشان اوصل للشيب ده. طبعا انت لما بتاكل بانتظام، بتاكل كمية بروتين كبيرة، بتتمرن بانتظام، ده بيوصلك لشكل معين وشيب معين. بس بيجي الجسم في وقت معين، بيجي الجسم في مرحلة معينة ما بيزيدش قوي عن الوزن المفروض يوصل له. لازم يدخل عوامل مساعدة عشان يبدأ يزيد شوية. يعني شوية بروتين، شوية أحماض أمينية. الكلام ده مش هنقول هو مضر أو مش مضر أو خطير أو مش خطير، إحنا ما نقدرش نجزم بالكلام ده. لازم دكتور هو اللي يقول الكلام ده، تروح لدكتور بتاع هرمونز، دكتور او دكتور بتاع نيوتريشن يقول ايه الصح اللي المفروض انت تمشي عليه. يعني لازم تعمل تحاليل معينه، تعمل حاجه اسمها دلالات اورام، لازم تعمل حاجه اسمها فصيله دم كامله، كلى وكبد، لازم تعمل التحاليل اللي الدكتور هيطلبها منك عشان تقدر تاخد الكلام ده، عشان الكلام ده ممكن يبقى مناسب لجسمك او مش مناسب لجسمك. فلازم تخلي بالك وانت بتاخد اي حاجه، سواء هرمونز سواء بروتينز سواء امينو سواء اي حاجه مكملات غذائيه هتدخلها جوه جسمك، لازم تعرف الكميه، كميه مناسبه ولا لا، والدكتور هيقول لك تعمل ايه. التمرين
طريقه التمرين، القفش على نفسك، ازاي هتقدر يبقى قدامك مغريات من الاكل ومن الحاجات الحلوه اللي احنا بنشوفها دايما، سندوتشات الكبده والسجق، الحاجات اللي بتبقى دايما في الشارع حلوه احنا بنحبها، كشري وكل الكلام الحلو ده، ازاي تقدر تمسك على نفسك عشان توصل للشيء اللي انت عايزه. طب الكلام ده بيبقى طول السنه ولا احنا ممكن نيجي كده نلخبط كده ونلعب شويه؟ مفيش اي مشكله، انت لازم تلخبط ولازم تلعب عشان جسمك يتغير. لو فضلت ماشي طول الوقت على نظام ريجيم معين او على نظام اكل نيوتريشن ماسكه قوي، ماسك قوي من السكر والدهون وكل حاجه عشان توصل للنتيجه اللي انت عايزها، لازم تيجي وقت تبوظ، لانه الجسم بيتعود على الحاجه اللي انت ماشي عليها وبعدين بيعمل بلوك خلاص ما بيتغيرش. الجسم فهم، الجسم ذكي جدا، عارف ان انت بتاكل تونه الساعه كذا، بتاكل بياض بيض مش عارف ايه، مانع سكر، مانع ملح، مانع، خلاص فهم، فتعود على النظام ده فيبطل ينتج، يعني ما تتغيرش. ممكن بالعكس ان اي حاجه صغيره تاكلها تدخل، فلازم يبقى عندك يوم تبوظ فيه. حتى لو عندك بطوله او عندك تارجت معين انت عايز توصله، لازم تيجي في يوم تبوظ فيه. التبويظ ده هو اللي هيخلي الجسم بعد كده شكله يحلو جدا. لازم تنام كويس، لازم تنام عدد ساعات كويس، لازم تعرف ايه المرحله المناسبه اللي انت لازم تنام فيها، اللي هي من الساعه 11 لغايه الساعه 5 او 6 بعد الفجر، لان هو ده التايم، الفتره اللي بيفرز فيها الجسم كل حاجه الجسم عايزها، جروث هرمون، تستوستيرون، جلوتامين، كلوكوزامين عشان المفاصل، الجسم بيفرز كل الكلام ده بس بنسب صغيره. انت عشان تزود النسب دي بتدخلها من بره. انا مش هقول غلط او صح او في مشكله او مفيش او مفيش مشكله، ما نقدرش نقول الكلام ده غير الدكتور هو اللي يقول نعمل ايه، الجسم ايه اللي يخش له. الحاجه الغريبه اللي داخله الجسم والجسم مش عارفها ممكن يقبلها ممكن ما يقبلهاش على حسب طبيعه جسمك. من فضلكم خلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم من صحتكم، مش عشان توصل لتارجت انت عايزه او يبقى عندك عضلات جامده قوي قويه تضر نفسك. فاصل ورجع نكمل كلامنا، من فضلكم استنونا. رجعنا بعد الفاصل ومعانا احد ابطال مصر الجامدين قوي، شغال على نفسه جدا، اللي تعبان على نفسه جدا عشان يوصل لشيب معين ان شاء الله يخترق بيه من مصر للعالميه. محمد جندي، ازيك؟ ازيك؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ تمام. ايه الاخبار؟ يعني انا ما شاء الله انت يعني عامل فورمه كويسه وشغال على نفسك كويس قوي، وانا متابعك الايام اللي فاتت اللي انت بتحاول بقدر الامكان اللي انت تظبط تمرينك، بتمرن مره الصبح مره بالليل، عايز وانا عارف انت عندك حاجه قريب ان شاء الله، بطوله قريبه من احد البطولات القويه اللي بتحصل في مصر، وعندك تارجت ان انت تبقى الاول ان شاء الله، ولسه واخد اول قاهره باين او جمهوريه، اول جمهوريه 23، اول جمهوريه. احكي لي بقى بتعمل ايه، يومك ماشي ازاي، بتاكل كم مره في اليوم، بتتمرن كم مره في اليوم، عشان عارف انت بتمرن مره الصبح مره بالليل، احكي لي والبروتين قد ايه، وبدات تاخد سبلمنت، واحكي لي كده الدنيا عامله ايه معاك. الاول مبسوط اني قابلت حضرتك، كان نفسي اقابلك من زمان، مبسوط اني معاك النهارده. تسلم يا محمد، ربنا يخليك. بالنسبه للتمرين زي ما حضرتك قلت بيبقى مرتين في اليوم. الاول طبعا بصحى وجبه الفطار الاولانيه، باكل 5 مرات في اليوم تقريبا. كويس، برافو عليك. النظام الغذائي عامله لي دكتور متخصص في التغذيه، بحيث ان هو يتماشى معايا، بحيث ان انا بخسر فات ما اخسرش مصر، ودي مشكله يعني بتقابل اللعيبه كتير. بتفوز فات بتزود، بتعمل فوليوم للعضلات، يعني بالزبط. لو انت بتنزل دهون ما تخسرش العضلات معايا، دي مشكله بتقابل اللعيبه كتير، وهو بيعمل دايت وبيخسر
عشان يعمل الشيء بتاع البطوله فبيكسر عضلات بيعمل عضلات. بس وبعدين بعد الفطار ببدا تمرين اول تمرينه وبعدين ببدا الشغل بتاعي. بعد الشغل بالليل بيبقى فيه شويه كارديو كده مع الساونا والستيم. بتعمل كارديو كل يوم وانت بتتمرن ولا ممكن تاخد يوم لوحده وتعمل له فيتنس؟ في يوم كل اسبوع ده ما بلعبش فيه اي ليفتنج، بيبقى كله فيتنس كارديو عشان الاستشفاء للعضلات يعني. بالزبط. حاول تعمل اللي هي المعادله بين التمارين الصعبه الويت الثقيله على العضلات والجوينت اللي انت تعمل حاجات خفيفه اللي هي التمارين السلبيه. انما لو انا في ليفتنج بيبقى حد اقصى 20 دقيقه ككارديو. كويس، برافو عليك. يعني انت بتبدا اول ما بتبدا التمرين بتعمل ورم اب قد ايه؟ الاول تريدميل او بيبقى ورم اب حوالي 10 دقائق وفي عقله. كويس. في غطس، في بوش اب. ده كبدايه التمرين. التسخين مهم جدا قبل التمرين. لعيبه كتير برضو بتقع في المشكله دي، اول ما يجي يغير ويروح داخل يلعب. فده بيتعرضوا للاصابات. التسخين يا جماعه مهم جدا، لان مفيش تسخين مفيش ضخ دم رايح للعضلات او للجوينت العضلات او المفاصل على طول بعد الشهر ممكن يحصل اصابه، فموضوع التسخين ده حاجه مهمه قوي. برافو عليك. طيب قول لي بقى، لما انت بتيجي تفكر ان انت وانت قبل ما تتمرن عايز تبدا تاخد حاجات، تاخد سبلمنت، تاخد ديسترويدز، تاخد هرمونز، تاخد الكلام ده كله، الكلام ده انت بتشتغله ازاي؟ يعني بتبقى عشوائي ولا الخطوات بتاعتك بتعملها ازاي؟ لا بالتاكيد ما ينفعش عشوائي، عشوائي معناها اني بدمر نفسي. انا قبل ما اخد اي حاجه بروح لدكتور متخصص. هو الدكتور اخر مره رحت له وطلب مني تحاليل معينه، كانت صوره دم. أيوة. وظائف كبد وكلى ودلالات اورام. لازم دلالات اورام. صح بالظبط كده. فطبعا بعد ما عملتهم ورحت له هو انا ناقشت معاه في الحاجات اللي انا عايز اخدها، حاجات اللي انا كنت شايف ان هي كويسه، فهو شال لي بعض الحاجات، اضاف لي بعض الحاجات. بالطريقه دي بدات شوية ان انا حاجات واضاف لك شويه حاجات. ده مهم الدكتور عارف جسمه عايز ايه بعد ما شاف التحاليل. بالظبط. وهكذا طبعا لازم الحاجات دي تتماشى مع النظام الغذائي وتتماشى مع نظام التمرين وتتماشى مع نظام الراحه او النوم بتاعي. فهو السيستم ككل لازم يتم على يد متخصصين. برافو عليك. ما بتمشيش عشوائي. لا محمد ما بيمشيش عشوائي، لازم دكتور، لازم دكتور عشان الحاجات اللي هياخدها هتخش جسمه هو يقول له ياخدها او لا، وايه الكميه وايه النسب اللي ممكن ياخدها، ودكتور بتاع تغذيه عشان يقول له طريقه اكله على مدار اليوم عامله ازاي، على شويه طبعا انترنت، على شويه حاجات انت بتقراها تعرف توصل للنتيجه اللي انت عايزها. طيب تمرن كام يوم قلت لي في الاسبوع؟ ثلاثه او اربعه. ثلاثه في الاسبوع. طيب قول لي لما بتخش في المعسكر بتاع التمرين وخلاص بقى انت خلاص قفشت على نفسك ومفيش لا سكر ولا ملح ولا الكلام ده، بتعلي الميه، بتبقى بروتين اكتر، بتقلل الكربوهيدرات، كل الكلام ده. لما بتيجي بتخلص التارجت اللي انت عايز توصل له، البطوله او وات ايفر اللي انت عايز، بتعمل ايه؟ تسيب نفسك يعني تاكل بقى وتعيش حياتك؟ لا لا، تنزل عند حبايبنا بقى. هو انا بنعمل كده، بس هو بيبقى يوم واحد مثلا. بعد هو انت مشتاق للاكل فبتفتح يوم واحد بذمتك؟ لا يوم واحد. هو ده حصل الماتش اللي فات والبيت بقى بعد كده تضطر ان انت تقفل تاني عشان ما تتعبش في البطوله، التحضير للبطوله اللي بعديها. فانت بتحاول قدر الامكان انت تبقى ان شيب، تبقى اللايف ستايل بتاعك على طول مظبوط. يعني قول لي الحاجه، الحاجه بتعمل اكل كويس في البيت؟ اكيد. بتدوق اكلها بقى ولا بتبقى قافل وانا بحاول قدر الامكان ما ازعلهاش يعني، بس اكيد بيجي اوقات بضعف قدام الاكل. يا جماعه يعني 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 الامهات ما شاء الله، يا رب يخلي كل امهات العالم كله دايما كده. تلاقي في البيت مع بركه البيت يعني، تلاقي كده اول ما تخش البيت في ريحه حلوه، ريحه الاكل وريحه البيت والرز بالبسله الخضراء دي مع اللحمه مع الكذا، حاجه يعني ربنا يكرمك. ويا رب لما تفتح من الاكل من الدايت يعني اللي هو ماشي فيه، تحاول بقى ما تزعلش الحاجه وتاكل الاكل اللي هي بتعمله. اكيد. طيب قول لي نصيحه سريعه للشباب المتهوره اللي بتخش تاخد كل حاجه وتتمرن وتعمل الكلام ده كله عشوائي من غير ما بيرجعوا لا مدرب ولا دكتور ولا اي يعني حد خالص ولا سمكري حد، تقول ايه بقى؟ يعني تقول ايه النصيحه؟ اكيد ما يسمعش كلام الناس دي، لان هو بيبقى قصد الناس دي هو الربح بس، مش مهم انت هيحصل لك ايه من الموضوع. الربح ياخده من كل قصد ان هو يبيع لك الحاجه وخلاص. فاكيد لو انت عايز تعمل حاجه تسال متخصص، تسال حد صاحب خبره في الموضوع. طيب الوجبات اللي انت ماشي عليها، ممكن ندي كده تبس للناس ايه الوجبه الجامده اللي تعمل عضلات جامده كده زي محمد؟
اكيد طبعا رقم واحد في التغذيه الصبح مثلا يبقى بياض البيض، بعد التمرين التونه جميله جدا، السمك بصفه عامه، صدور الفراخ، كل الاكلات دي مهمه على مدار اليوم. على مدار اليوم الكربوهيدرات بيدخلوه امتى؟ العيش، الرز، المكرونه، البطاطس؟ هو على حسب النظام الغذائي، بس هو قبل التمرين ممكن تاخد مثلا بطاطا اللي هي الحمرا دي، البطاطا الحلوه دي بتاعتنا. او شوفان في الفطار جميل جدا كرب. شوفان مع بياض بيض؟ جميل جدا. شوفان مع بياض بيض حاجه تاني؟ الفطار لا، هو شوفان وبياض بيض. طيب بين الفطار وبين الغداء ايه السناك اللي ممكن ياخده؟ لو انا هتمرن بقى قبل التمرين بيبقى بطاطا حلوه، بطاطا حلوه، ده السناك اللي هو بين الفطار وبين الغداء، هيبقى ده بطاطا ده شويه رز مسلوقين. تمام كده؟ تمام. طيب الغداء؟ الغداء اللي هو بعد التمرين بقى. بعد التمرين لو انا هاخد سبلمنت بيبقى بعد التمرين مباشره. أيوة. بعد حوالي ساعه الا ربع. لو هياخد البروتين اللي الدكتور قايل له عليه هيبقى بعد التمرين مباشره. طب ياخد اي كربوهيدرات سيمبل ولا بلاش؟ يعني تفاحيه مزايه قبل ما ياخد البروتين؟ بعد التمرين تفاحيه. بعد التمرين تفاحيه عشان يعمل بالانس للانسولين في الدم، ولما يدخل البروتين العضله تقوم يعني سحبه كده. طيب الغداء هنقول او الوجبه اللي هي بعد اللي هي فيها بروتين، صدور فراخ ولا بياض بيض ولا سمك ولا ايه؟ تونه جميله جدا بعد التمرين، فيها بعض احماض جميله، وصدور فراخ وبياض البيض طبعا من غير اي كربوهيدرات. احنا خدنا بقى التفاح دي، ممكن ناخد شويه رز مسلوقين كده مع الاكل ولا ممكن بعديها بشويه؟ لا مع الاكل. مع الاكل شويه رز مسلوقين مع صدور الفراخ او السمك او التونه، وهو بيفضل التونه، يقول لك التونه مليانه حاجات حلوه واحماض ودنيا فل. طيب بين الغداء وبين العشاء؟ بتقريبا نفس الوجبه، ممكن ادخل معاها بروكلي او سبانخ. بروكلي او سبانخ مع بروتين برضه. حلو قوي. طيب بالليل؟ بالليل بيبقى تقريبا زي الفطار، جبنه قريش، بياض بيض. جبنه قريش، بياض بيض، ايوه بس كويس كده، لبن خالي الدسم. حلو قوي. الميه قد ايه على مدار اليوم؟ تقريبا 3 لتر. 3 لتر ميه على مدار اليوم. هيتمرنوا كم يوم في الاسبوع؟ لو مفيش اي حاجه يبقى 4 ايام. كويس. 4 ايام في الاسبوع. التمرين اللي هي العاديه، يتمرنوا عضله واحده في اليوم ولا ممكن ياخدوا عضلتين؟ عضلتين، عضله كبيره وعضله صغيره. عضله كبيره وعضله صغيره. محمد تسلم، ربنا يوفقك ويكرمك ان شاء الله، ونشوفك بقى، نفسي اشوفك كده يعني وانا بقلب كده في السي ان ان والجو ده، الاقيك بره مكسر الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ربنا يوفقك. شكرا محمد. شكرا. عايزين كل الشباب تتمرن، كل الشباب توصل لشيب كده ما شاء الله زي الفل زي محمد، ويكونوا ماشيين تحت نظام محترم. لازم دكتور، لازم دكتور تغذيه، لازم نعمل تحاليل. بلاش يا جماعه نتصرف من دماغنا ولا نتصرف بطريقه عشوائيه. فاصل نرجع نكمل كلامنا، من فضلكم استنوا. رجعنا بعد الفاصل. والصداع حاجة المميتة اللي الناس يعني بيجي لكل الناس، والناس بتبقى مش عارفة تعالجه بسرعة ازاي، ياخدوا أدوية وياخدوا حاجات وبنادول ومش عارف ايه، والصداع ياخد وقته ويروح. طب انا ممكن بايديا كده اقعد العب في وشي ولا في دماغي اضيع صداع؟ هنسال معانا النهارده الاستاذه حنان الجميله. هي معانا طبعا على طول، بس النهارده هتقول لنا كلام جامد قوي يضيع الصداع. حنان ازيك؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. منوراني، ربنا يخليك يا عبد الله. ايه هنعمل ايه في الصداع ده اللي تعب الناس؟ بس خلينا بس الناس تبقى عارفه ان الصداع اساسه مشاعره موجوعه، فدماغه بتقول له انا موجوعه، بيفكر في حاجه موجوعه. موجوعه، مشاعره موجوعه باي شكل، مش ضروري مشاعر حب، يعني حد بيحب، يعني حد في الشغل ضايقه بشكل ما، في العيله، في البيت، حد قال له كلمه وهو معدي في الشغل في الشارع وهو سايق بطريقه، قال له كلمه عصبته، الكلام دي كلها بتخبط في العقل الباطن واحنا مش واخدين بالنا. فيبتدي الدماغ هنا اهو تبتدي تعمل كده، او هنا اهو تبتدي تعمل كده، او هنا اهو في حتت معينه يبدا النبض. النبض في كل حته، فيه يا اما قله نوم، يا اما قله اكل، خلاص، يا اما تفكير زياده بقى. يا اما تفكير زياده، خلاص. طب نشيل ده كله ازاي؟ حبه نقط بسيطه هنعملها مع حبه نفس صغير كده، هتلاقي صداع راح في 5 دقائق. لا تاخد دواء ولا تاخد اي حاجه ولا مسكنات، لان كتر المسكنات مش حلو لا للكبد ولا للكلى. حلو. ولا المعده يعني بينزل. بالظبط. فعلى العموم خلينا نبتدي حاجات بسيطه جدا. تعالي دلوقتي نعمل الحاجات اللي هي ان شاء الله تضيع الصداع، نقدر نعملها بايدينا. نخش على خلاطات البرد، واحنا داخلين على ايام جميله قوي. الشيف السنه دي داخل علينا بتقولوا ضرب رجله كده ودخل ولا حم ولا دستور. بالظبط كده. احنا هنشوف دلوقتي النقط بتاعتنا، نقط الصداع، وبعد كده نخش على خلاطات البرد. طيب عندنا الصداع، ادي ايدينا اهو، ادي الحته دي، المنطقه دي، النقطه دي. ايوه. هنبتدي ندوس عليها
بحركه دائريه كده خلاص لمده دقيقه ونرجع الناحيه الثانيه لمده دقيقه. يعني نلف يعني نلف يمين نلف اهي نرجع اهي النقطه أيوه؟ هتحط صباعك اهي وتبتدي تلف فيها كويس وترجع تاني تلف الناحيه الثانيه خلاص وتبتدي هنا اهو بين الحاجبين في نقطه ايوه الناس تركز معانا يا جماعه عشان الكلام ده بين الحاجبين في نقطه اهي أيوة هتبتدي هنا. ايوه اللي بتوع الهنود بيحطوا هنا نقطه النقطه دي هتبتدي هنا اهو تدورها يمين وتدورها شمال خلاص وترجع بقى هنا اهو رقم سبعة اهو الحتتين دول سبعة سبعة طلعنا فوق الحواجب لفوق نقطتين من فوق هنا اهو هنعمل من هنا كده سبعة نطلع سبعة فوق اهو طلعنا فوق وناخد نقطتين هنا ندوس عليهم ونرجع هنا اهو بقى في الحتتين الجنان نبتدي ندوس عليهم خلاص الدوسه ايه جامده ولا لا 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 دوسه بسيطه أوكي. يعني ما ندوسش يعني توجعك لا دوسه بسيطه وترجع الناحيه الثانيه خلاص وبعد كده تروح جاي لحد اخر رقبتك هنا في النقطه دي نلف كده ايوه النقطه دي والنقطه بالظبط كده هنا بالظبط بالظبط هنعمل برضو لفه يمين ولفه شمال حلو خلاص ونبتدي نيجي في الودان اهي النقطه دي هنا ايوه والنقطه دي في القروشه دي ايوه في القروشه دي نبتدي نلف لفه يمين ولفه شمال كويس خلاص وبعد كده اهو نروح عاملين مناخيرنا نقفل واحده ايوه ثلاث مرات ونعكس ثلاث مرات هتلاقي صداع راح بس كده بس كده الله عليك الدنيا سهله شفتوا الحاجات بتاعت الصداع الدنيا سهله هيروح جربوها طيب. ولو ما راحش بقى لا هيروح ان شاء الله باذن الله هيروح باذن الله وعشان الصداع ما يجيلناش هنيجي في الحته اللي هي الحته اللي ورا النقطه اللي في اخر الرقبه تحت هنا ايوه اخر الرقبه كده في حته داخله لجوه فوق الفقرات العنقيه بالظبط في الحته الاخيره النقطه المدوره دي هنحط فيها واحنا اول ما نصحى من النوم واحنا وشنا على المخده وشنا لتحت نحط تلجايه لمده 60 ثانيه 60 تلجايه لمده 60. دقيقه ايوه دقيقه 60 ثانيه تلجايه يا جماعه صغيره هتتحط في الحته دي, دي بالظبط اللي عند الفقرات العنقيه بالزبط. واول الفقرات وقبل ما ننام نعمل نفس الموضوع نحط تلجايه ده اولا هيمشي المسارات بتاع الجسم كلها هيعمل انقباض وانبساط رائع خلاص وفي نفس الوقت هيخليك ريلاكس خلاص هيحرق كتير في جسمك هيشغل الميتابوليزم بتاعك أنا؟ هيشغل الاكسجين اللي موجود في الدم هيحرق كوليسترول الوصفه دي جامده جدا يا جماعه هي تلجايه حته تلجايه تتحط ورا هتحرق كتير هتعلي أيوة. الميتابوليزم في الجسم بالظبط كده هتحرق دهون هتحرق دهون كوليسترول بالظبط يلف مظبوط وفي نفس الوقت الضغط عالي او الضغط واطي بيظبط الحراره عاليه بالانس للضغط بالظبط للضغط وللحراره وكلها حاجات صغيره جدا حاجات بسيطه جدا خلاص دي من الحاجات المهمه هتزعل من هنا والله خالص على فكره اصل هي في الاخر يعني الحاجات دي بتعمل وقايه لكن طالما مرضت لازم تروح للدكتور صح يعني هي احنا بنحاول نوقي نفسنا بس وقايه عشان خير من العلاج بالظبط يعني. لكن لو طالما انت عييت لازم تروح للدكتور صح. يعني احنا شخصيا لازم نروح لدكاتره الدكاتره ليهم دور اكبر مننا بكتير على فكره انه بيعالج الحاجات الاقوى اللي احنا ما وصلنا لهاش لسه فاهم ازاي؟ فحاجات صغيره بنحاول نوقي نفسنا من حاجات كبيره ما تحصلناش فنعملها ببسيطه كل يوم مش هتاخد مننا اكتر من 60 ثانيه الصبح و60 ثانيه بالليل وساعه الصداع كل اللفه اللي احنا عملناها دي مش هتاخد منك اكتر من 3 دقائق حلو بس كده والصداع يروح احنا قلنا احنا كنا عايلين الصداع والخلطات بتاعه البرد عشان تروح بس احنا للاسف يعني الفقره جريت مننا ان الفقره هتبقى 5 دقائق بس هنتكلم في موضوع البرد ان شاء الله الحلقه الجايه على طول مش هسيب حنان غير لما خلي الناس كلها قاعده في البيت كده تعمل كل حاجه تريحها ان شاء الله باذن الله حنان شكرا جزيلا وصفه الصداع دي رائعه وصفه التلج جامده جدا جربوها يا جماعه مش هنخسر حاجه لو جربناها وان شاء الله توصلوا لنتيجه كويسه جدا وما يبقاش عندكم اي مشاكل ابدا عضويه ولا نفسيه باذن الله شكرا جزيلا يا عمر وشكرا ان شاء الله في حلقات ثانيه ان شاء الله نورتني خلاص نرجع نكمل كلامنا من فضلكم استنونا جينا للتمارين النهارده عندنا تمارين الترايسبس زي ما شفنا قبل كده عملنا حاجات بتاعه البيجنر الناس لسه بادئه بعدين عملنا بدانا في البايسبس للاعلى شويه الادفانس والنهارده هنعمل تمرين الترايسبس للادفانس المستوى الاعلى شويه الناس المتقدمين شويه في التمرين يعني عندنا التمرين هتبقى الوزن اعلى شويه وهنعمل حركه هرميه شويه يعني نطلع بالعدد ونطلع بالوزن وبعدين نبدا ننزل تاني هرمي النهارده التمرين هتكون ان شاء الله بسيطه بس ركزوا عشان نقدر نوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها وهنشوف مع كابتن احمد عبد الحميد التمرينه شكلها ايه يلا بينا
عملنا ترايسبس للناس البيجنر، علمناهم ازاي يبداوا يعملوا البوزيشن والموشن، ازاي الحركه تكون سليمه والوضع يكون سليم عشان الحركه تبقى كامله ما عندهمش اي مشاكل ولا اي بعد الشر اصابات. هنعمل شكل اللي هو في مرحله متقدمه شويه وهو الادفانس، اللي احنا هنبدا نعمل التمرينه متخصصه شويه. بمعنى ايه؟ احنا كنا قبل كده بنعمل التمرينه بنسميها على الطاير، النهارده الموضوع اصعب شويه. انا بعمل التمرينه وانا على البنش، الوزن هيبقى اعلى شويه، الكوع لازم يكون المستوى الكوع بالكتف لازم يكون ثابت، ما بعملش لوك ابدا عشان ما اعملش مشكله لعضله مفصل الكوع. زي ما انتم شايفين احمد بيشتغل كوعي موازي للكتف، ببدا اعمل حركه بنزل وبطلع زي ما احمد اطلع يا احمد افرد سنه صغيره، بنزل بره الوش الناحيه الثانيه لو انا بلعب بايديا الشمال يبقى الناحيه اليمين، وانزل ما وصلش لغايه الوش بس مستوى اعلى سنه، وابدا اعمل اربع مجموعات بين كل مجموعه ومجموعه 30 ثانيه عشان يبقى عندنا القدره والعضله يرجع لها الاكسجين تاني اللي هيبقى تتمرن بنفس القدره المجموعه اللي قبليها، وابدا ابدل وبعدين اعمل الاثنين مع بعض. ابدا انزل، انا مرجع كوعي سنه لورا بس هقفل سنه كوعي كده عشان ما احملش على مفصل الكتف، برجع كوعي سنه صغيره لورا وابدا اطلع وانزل والكوع سيمي لوك، يعني ما بعملش ابدا قفله، لا بفرد على الاخر ولا بتني على الاخر عشان ما اعملش مشكله لمفصل الالبو مفصل الكوع، لاني لما بفرد وبتني كتير بوزن تقيل بعد شهر ممكن يحصل خشونه ويبقى عندنا مشكله في المفصل. ببدا انزل واطلع بالراحه جدا زي ما قلنا، انا بنزل بالويت بالوزن والجاذبيه الارضيه وبطلع بالوزن والجاذبيه الارضيه، يعني وانا طالع بعمل انقباضه وانا نازل بعمل انبساط، لازم احافظ على الانقباض اللي انا بعمله يبقى انزل بانبساط بسيط جدا. عملت شكلين للترايسبس، مره سنجل ومره دبل. هبدا اعمل دلوقتي الدايموند اللي انا بقفل كوعي بقفل ايديا على بعض وبنزل وبطلع، وهنا برضو ما ينفعش ان انا افرد كوعي على الاخر ولا اتنين على الاخر عشان دي خطر جدا ان انا اعمل ده، عشان هيبقى في حمل على الكتف وعلى الكوع، فلازم الحركه تكون قصيره زي ما احمد بيعمل كده. اربع مجموعات، كل مجموعه من 12 عده او نخليها من 8 ل 12، من 8 ل 10 او من 10 ل 12 عده، بين كل مجموعه ومجموعه 30 ثانيه راحه. هناخد الشكل الرابع والاخير اللي هو الدبس. بنزل وده لازم يكون في مرحله متقدمه والعضله تكون قويه وعضله الكتف تكون قويه عشان ده بيحمل على مفصل الكتف، يعني ده انا ما بحبوش بصراحه، بس احنا بنعلمه للناس اللي حابب اللي هو يعمله وحاسس ان كتفه كويس وما بيبقاش عنده اي مشكله نعمله، او نعمله مثلا مره كل شهرين مفيش اي مشكله، بس هو بيخلي الشيب شكله حلو جدا. دي كانت اخر تمرينه النهارده معانا لعضلات الترايسبس. عملنا النهارده تمرينه كامله اربع مجموعات، كل مجموعه تبقى من 8 ل 10 ومن 10 ل 12، بين كل مجموعه ومجموعه 30 ثانيه عشان انت ترتاح والعضله ترتاح. احمد شكرا جزيلا. تمرينه سهله جدا، لو ركزنا هنوصل للي احنا عايزينه في وقت قصير جدا، وكل ما نحاول ان احنا نغير في شكل التمرين شكل الاكسرسايز هتلاقي العضله بتتغير وشكلها بيحلو. كل ما بتعمل التمرين ثابته او تبقى على روتين معين التمرين العضله بتيجي فتره كده وتعمل بلوك، يعني ما بتتغيرش شكلها خالص. كل شويه لازم نغير من شكل التمرينه، نعلي الوزن شويه، نقلل الوزن، نبدا نجري بالريبتيشن، نجري بالعدد شويه، عايزين نخلي طول الوقت العضله ندخل لها تمارين جديده. خلصنا وخلصت النهارده الحلقه، يا رب نكون قدرنا نسعدكم ونبسطكم، نشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه، عندنا حاجات جامده جدا. سلام عليكم.